السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا بخير. أفتح المجال للنقاش. حدا عنده أي سؤال؟ أنا مسجل المحاضرة هاي علشان نفيد، أعطيك إياها. مسجلها يعني، هاي سجلتها. حدا عنده أي سؤال، أي تعليق على الامتحان؟ على علامات، على أي شيء؟ أنتوا معي؟ معك دكتور. بدي احللكم الامتحان، حابب احللكم اياه. خليني ابلش بالسؤال الثاني. معطيك هون مسج سيجنال. ام مفتي. هيها الحمراء. طالب منك ترسم لي ايش؟ اللي هي الموديليت السيجنال. طب شو المسج سيجنال هاي؟ ما انا حكيتها بالمحاضرات وحكيتها بالمراجعه، اي مسج سيجنال هي بتكون الانفلوب. وخلص بس بدك ترسم هاي، تعملها كوبي بيست مرتين، مره فوق ومره تحت، خلص هذا هو. هيها شو بدها؟ هذا هي. هاي الاولى. هاي الاولى اللي من فوق وهي من تحت، هذا يعطيك العافيه. وبترسم جواتها الساين ويف. انا كنت بدي جوا يكون عدد الدورات نفسه، بس ما طلبتش، يعني رايكم اللي راسم لي هيك وراسم لي هون امبليتيود 2 4 سالب 2 سالب 4 وحاط هون ساين ويف، حتى لو مش عدد الدورات نفسه، يعني حتى لو مش حاط التايم بيريود الكارير سيجنال عادي. هي كلها خربوشه واحده. لفوق ولتحت هي. هاي نفسها بتظل مثل ما هي. والثاني انعكاس لها من تحت، بدل ما هي من 2 بصير من سالب 2. لما تصير من سالب 2 بتصل لهون لقديش؟ بدل هاي سالب 4 بصير 4. هي كل السؤال. طب هاي بدها اختراع؟ مش انا شرحتها مليون مره. مش شايف في صعوبه. طب السؤال الثاني. قايل لك سكتش هون الماجنتيد سبيكترم، يعني بده لهاي الدبل سايد باند سب ريسك كارير. طب الدبل سايد باند سب ريسك كارير شو هو يعني عندك هاي موديوليت سيجنال. عندك هاي السكتش مودوليت سيجنال بده الدبل سايد باند سب ريسك كارير اللي هو هاي خلينا نقول الفاي. اذا كانت ام اوف تي الها ام اوف اوميجا هيك. طب شو الدبل سايد باند سب ريسك كارير؟ مين بيقدر يقول لي شو القاعده تبعته؟ بالنسبه شو هي القاعده تبعته؟ تفضل يا حليم. دكتور بنعمل لها convolution مع الكوساين بالفريكونسي دومين، واذا كانت دايم دومين اذا كانت رسم في شيء اسهل بدنا ناخذها مره عند ال ايوه عند الاوميجا سي ومره عند الماينس اوميجا سي. شو الشرط؟ تكون هذول امبليتيود نص. هذا هي صح. شو الشرط؟ بيكون الامبليتيود نص للي فوق نص هنا. ان شاء الله دبل سايد باند. هذا هو ثاني جواب النوتس. شو ما يكون شكل المسج سيجنال اللي حكيتها، ترى على فكره ارجعوا للفيديوهات عندكم. هاي عندك اف اوف اوميجا من سالب اوميجا لاوميجا. هاي باخذها مره عند الاوميجا سي. هاي باخذها مره عند الاوميجا سي مره عند الماينس اوميجا سي، وهذا بيكون تقسيم 2. هذا هي كل السؤال اخر. طب هاي اختراع؟ انا والله جايبهم بونص، قسما بالله اني جايبهم بونص لاني حكيت عنهم. مش اختراع على فكره، هاي مش اختراع. مش اختراع. طيب السؤال الاول اللي هو انا جايبه اصلا شوي صعب، بس انا قايل عنه. السؤال الاول، كل راس مالها بدك تضرب انت الام اوف تي مع ايش؟ السي اوف تي، وترسم لي ايش؟ بالفريكونسي دومين. هذا حل. شو يا ربي هالحل تبعه؟ ضربنا ام
هي ضربنا ام في تي سي اوكي ضربناها. قلت لكم 100 مره حجيب لكم كوساين في كوساين كوساين في كوساين. اعرفوا المتطابقات المثلثيه، اعرفوا زوايا الزوايا. حكيت حكيتها 100 مره، حكيتها 100 مره. طلعناها الكوساين في كوساين، هينا طلعناها خلاص. طلع لي وارسم لي شو يا ربي الفريكونسي دومين لهاي والفريكونسي دومين لهاي اللي شو هي داش شيء مباشر. اي هذا حل. وعلى فكره هذا السؤال انا معطيك اياه لصلاح حرفا، هي معطيك اياه هون. في طالب او طالبين سالوني عنه، وين ها؟ هذا هو، هي السؤال هذا هو توقع حي صح؟ والله مش ها، لا ها واحد ثاني بجوز. هذا هو، هي هذا هو هذا هو ولا ها؟ المهم موجود بالاسئله اللي اعطيتكم اياها، موجود بالاسئله اللي اعطيتكم اياها، موجود بالاسئله اللي اعطيتكم اياها موجود. والاسئله اللي اعطيتكم اياها لو حليتوها هذا هو اصعب منها، لسه اصعب منها. وبالاسئله اللي اعطيتكم اياها كمان في من اسئله الكويز جبت لكم ايش؟ مثلا هذا من الامتحان، طبعا هذا كله حالي بالصينه، مش عارف ليش عندي هالقد بمصمم. عمدا جبت لكم سؤال مكرر، وين راح؟ او من الكويز يا ربي. تبع الكي 1 والكي 2، خلينا نشوف الاسئله يا بابا. هذا التريك اللي فيه انك تحله بالدي بي، وشرحت لكم الدي بي شو هن الدي بي. هذول السؤالين سهلات، سيجنال تو نويز ريشيو على القانون مباشر، على القانون مباشر مش هاي، ايوه هاي على القانون مباشر، على القانون مباشر. الابر واللور فريكونسي اللي سالتوني عنه، هذا السؤال الخرافي الصعب جدا، هذا الابر واللور فريكونسي. طيب يا ربي هذا السؤال بالحل بالنظر، هذا الابر واللور فريكونسي. طيب 40 كيلو هرتز، 40 كيلو هرتز قيم منها 5 كيلو صفر 35، زيد لها 5 كيلو 45 عادي بس يعطيك العافيه. شو بدها؟ وحتى مرتب لك اياها سبحان الله، ابر 45 لور 35، شو بدها؟ شو بده هذا السؤال؟ هذا السؤال جبت لك اياه بالكويز وحلينه انت، ما حبيتش اغير فيه. هذا السؤال قلت لكم راح اجيبه، راح اجيب لكم على ايش؟ على لما يكون في عندك فيز ايرور، على القانون مباشر، على القانون مباشر، على القانون مباشر. هذا الامتحان، انتم شفتوا العلامات. طب شو رايكم الان بالنسبه للعلامات تبعتكم؟ كويسه؟ من دكتور بعد التعديل؟ اه بعد التعديل طبعا. اه منيح يعني قريب. انا راح اراعي صايمين وتعبانين، اراعي انكم صايمين وتعبانين. حد عنده سؤال؟ حدا بده يراجع ورقته؟ اللي براجع ورقته وبيطلع الي عنده علامات حتصمني ترى. حدا بده يراجع ورقته؟ بعرضها هون على الكمبيوتر عادي، بس بتمنى ما حدا يراجع لي لانه يعني زايدكم علامات بحبح كنت قلته. بس حدا عنده او ترجعوني بالمكتب اريح لي، يعني انا الثلاثاء والاحد بكون بالمكتب احد ثلاثاء. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ لا براجعكم بالمكتب احسن، الكمبيوتر صعبه حتكون بالمكتب احسن احد ثلاثاء. وما زبطتش نعمل المحاضره الجايه على الزوم بخصصها كامله لمراجعه الامتحان. طيب حدا عنده تعليق؟ حدا عنده مشكلة؟ حدا عنده إشي؟ مش عارف مالكم متوفين هيك. ما حداش عنده شيء؟ دكتور كم أفرج الامتحان بعد البونص؟ أفرج؟ شوف أنت قديش جبتي؟ علامتي مش كثير يعني سيئة. الأفرج 15 تمام 15 افرج. انا الافرج عندي مش فارقه معي يعني الافرج، يعني انا يعني لو انه في علامات مش عاليه يكون زدت اكثر، بس في علامات عاليه يعني عندي، يعني في طلاب زبطوا. الافرج 15
الأفريج عشان تعرف مستواك من الشهر. بس ما أنت لاحظت إنه في وسائل مساعدة، يعني في وسائل مساعدة ومساعدة إلكم ولا ما فيش؟ مش عارف يعني، أنت لاحظت في المساعدة؟ الامتحان صعب، في سؤال صعب، يعني هذا تبع الرسمات، هذا شو بده؟ والله ما عارف شو بده، ولا هذا شو بده؟ مرة عند الأوميجا سي، مرة عند السالب أوميجا سي، هذا هي القيم. الأف حتى اللي مش كاتبين هون حطيت له علامة، حتى اللي مش كاتبين هون حطيت له علامة، يعني بس اعمل لي هيك وكثر الله خيرك بس. على الملي يا ناس، انت شو بدك يا ناس؟ تعالي لي على المكتب ولا يهمك، تعالي لي على المكتب افرجيك اياها، يعني انت مش مصدقيتني يا ناس اللي ما مش مساعدكم؟ بدي افهم منك ولا ليش بتساليني كيف صلحت؟ صلحت رسمك ولا كتبتكم على الايميل مرتين؟ مش انت سالتيني خص نص كيف قلت لك كنت اصلح زي كانه فاينل انسر؟ يعني اي غلطه كنت احطها صفر؟ لا يعني شو قصدك انت كيف صلحت الرسمات قبل البونص؟ طب مش انا وديتك ايميلك وانت خص نص وديتيني رساله؟ وين غلطكم؟ اه اذا بدك وين غلطكم بسيطه، هي هسه بفرجيك اياها. قديش رقمك المتسلسل؟ قديش رقمك المتسلسل؟ هاي الورقه معي، قديش رقمك؟ هي اللي فرجيك غلطك هسه، قديش رقمك؟ بعدين ليش انتم طلاب في عندي كبار واعيين ما بتحطوش رقمكم المتسلسل؟ رقمك غلط. انا بموت منها، ليش الرقم المتسلسل مش حاطينه؟ انا مش عارف يعني ليش؟ شو كأنه رقمك غلط يا إناس، رقمك غلط، رقمك غلط. قديش رقمك المتسلسل؟ رقمك 53. بطلت تسمعي؟ طيب هاي هنا هاي ها، بس بشرح لك كيف. طبعا هذا التصليح انا حطيت علامات الاحياء، بقول لكم كيف. قديش كانت علامتك بالاول؟ قديش صارت بعدين؟ قبل ما اطلع الورقه قديش؟ اعمل لك ستارت فيديو. السؤال الاول كان عندك غلط كله، لانه غلط السؤال الاول، كنت رسمت لي الابر واللور، رسمت لي اياهن، كان عندك غلط كله السؤال الاول. السؤال الثاني صح، السؤال الثالث غلط. السؤال الثالث الصح بالسؤال، لانك انت الان مش راسم اللي بالنص ولا راسم القيم تبعت الفريكونسي مضبوطه. صدقتي يا ايناس ولا مش مصدقه ولا بتبلع عليكي؟ كيف عرفت غلطاتك؟ يعني مش فاهم انا السؤال، ترى هذا ما بحبهوش هذا السؤال، كيف كانت يعني كيف صلحت على الرسمات؟ بدك احطك غلط على الاول واحطك على الثالث غلط، بحطك ارجع لك العلامه، برجع لك اياها، ترى ما عنديش مشكله بالمره. السؤال الاول انت قولي لحالك هاي حله هون، هل هو نفس الحل؟ لحالك احكي لي برا نفس الحل؟ نعم، حلو، لأنه سؤال سهل، سؤال سهل. السؤال الثاني الثالث نفس الحل؟ هي الثالث خلص، عشان تعرف أغلاطك هي تعرف فيها. حدا عنده سؤال؟ لا، ما هو أنت سألتيني سؤال مرة، أتوقع أنت اللي سألتيني على اي اساس صلحت؟ يعني انا فوق ما بساعد ودنيا زي كانك بتحققي معي على اي اساس صلحت، وانا شرحت لكم، انا شرحت لكم يعني على اي اساس صلحت، يعني انه انا بدي اكل منك علامه مثلا، صح؟ ما بحبش هاي الطريقه، انتم بتعرفوا. لا عاد خلص خير ان شاء الله، لا عاد الحكي لك واسمعي يا جاره. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ دكتور الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضل. انا اسامه القاسم، بعثت لك على الايميل، حكيت لي راجعني بالمحاضره.
ليش قلت لك تراجع؟ نسيت انا عشان كان اسم موجود من اللي خليها بالاخر المحاضره، خليني اخلص على الامتحان. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال على الامتحان؟ طب العلامات شو رايكم فيهن؟ وين مثلا كراسنا؟ وين الجوارنا مثلا؟ هيكم ما تحكوا اروع ليان، شو رايكم بالعلامات؟ والله دكتور بصراحه نو سامه كراسنا معك مخيب للامل بصراحه يعني بالنسبه لي يعني هو بعد البونص. انا هسه فعليا يعني مدرك كثير الغلطات، يمكن بالامتحان ما فهمتش المطلوب فعليا. طب ليش ما سالتوني؟ انا هذا اللي متضايق منه. ليش طب هن الامتحان والله بسالكم بالله فيه الاشي برا وصعب، اسالكم بالله والله العظيم. انا السؤال الوحيد اللي بده شويه حل هذا الاول، انا عارف الاول بده شويه حل بس هو قايله انا والله حاولت بالسؤال الاول دكتور بس هي مظبوط. والله دكتور المطابقه قلت عنها بالمحاضرات مو انت اشتغلت عليها، بس هو خلص عند مرحله معينه بيضيع التركيز عند ال طيب خلاص ساعات قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله لقدام احسن ان شاء الله. هذا المساق يعني هو مساق، انا كدكتور بقول لكم قاعد افكار، بقول لكم اشياء بدي اجيبها مش مصدقينها. طب فما بالك بكره بمساقات ممكن تكون صعبه، الدكاتره ما يقولوا لك شو الافكار، شو بصير فيكم؟ يعني هذا السؤال معاكم. طب هي معاكم يا ربي، معاكم السؤال هذا، معاكم هذا السؤال قايله جبته بالكويز بدايته على فكره جبته، بس هي نفسه قلت انه اشرت له، قلت راح اجيب انا تكون الام اوف تي راح تكون سكوير تراينجولر، اربطها ورقطوها طلاب. هذا السؤال شو بده؟ هذا نفسه الام اوف تي بنقولها مره عند الاوميجا سي مره عند السالب اوميجا سي وبقسم على اثنين بس، يعطيك العافيه. يعني فعليا هذا وهذا السؤال ليش انا كنت حاط على الرسم كثير؟ والله قسما بالله اني بحلف صادق الدنيا رمضان اني كنت حاط انه السؤال الثاني باعتبار زي البونص. يعني معاكم، والسؤال الاول قلت بعطيكم اياه موجود معاكم بالنوت، معاكم بالنوت، موجود معاكم بالنوت مش عارف وين، معاكم يعني معاكم السؤال. طب ليش ما حلتوه؟ واحد طالب واحد حل السؤال الاول ودا لي اياه على النوت. مين هو بضل ناسي؟ مين هو الطالب اللي وداه؟ حليمه انت اللي وديتي لي اياه؟ انا انت يا حليمه وديتي لي حل السؤال تاكدت منه ولا واحد ثاني ولا نصر هي ولا مش انا؟ انا مره وديت سؤال حل كويز بس مش من النوتس. انا بعدين انا مره وديت لك مثله بس مش بالضبط عمر بدري بديت أكد. مش قصدي، القصد انه انا في طالب وداه لي وجاوبته. الان انا الامتحان مش جايبه للشاطرين ترى على فكره، لو جايبه للشاطرين عشان اكون واضح معاك واسئلتي انا مش للشاطر، الحياه مش كلها شاطرين، انا مقدر وبعرف الحياه مش كلها متفوقين. هذا اللي انا هذا امر واقع، مش انه لا سمح الله الشاطر احسن من اللي مش شاطر. انا واضح معاكم الامتحان وبدي أجيبه كله للشاطرين كنت جبته مثل السؤال الأول ومثل أسئلة الكوز الأولى وأسهل فكرة علي من أنا وين أسهل علي؟ أصلح ضع دائرة ولا فاينل أنسر ولا أصلح حل وأعيد التصليح مرتين؟ أنت لحالك قولها. أنا الامتحان وبدي أجيبه للشاطرين بجيبه مثل الكوز البارت الأول اللي أنتم بتعرفوه فاينل أنسر وخلص، وبجيبه مثل هذا السؤال الأول اللي هو مش صعب بس بده خطوتين حل، يعني مش حل ما بنحلش بالنظر. الامتحان انا جايبه سخيف، في منه سخيف يعني في اسئله مكرره، اسئله قايل لكم كل الاسئله قلت افكارها، هذا قلت فكرته، هذا قلت فكرته، موجود مثل معاه مثلكم بالضبط بالنوتس، وبس اللهم الا بدي بيه بدي بيه، هذا معاكم بالكويز. هذا السؤال شو بده؟ هذا قال السؤال 40 كيلو، طب يا ربي 40 والله جايبه ايش؟ بونص. كنت جايب انا شو معنى تعريف الموديليشن، رحت قمت وقلت بديش اجيب اسئله حكي بدي اجيب حل 40 كيلو. طب شو الابر واللور؟ ما انك جيب 5 و6 5 بس الله يهنك، وهذا قلت لكم فكر بالله عليكم تشدوا حيلكم وتستغلوا الفرص اللي بتجيكم دائما. حدا عنده اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ اتوقع علاماتكم صارت كويسه هسه، اتوقع علاماتكم صارت اشوى شوي صح؟ يعني فعليا علاماتكم كانت اقل بثلاث اربع ست علامات خمس علامات، فرقت مع الطلاب كلهم، في طلاب فرقت معهم ثلاث علامات، شو عملوا نصيبهم. حدا عنده سؤال؟ حدا بده مساعده؟ حدا بده شيء؟ دكتور تفضل يا بنتي. كل عام. بالنسبه للسؤال الاول هسه انا حليته ورسمت، بس انا ما انتبهت انه انت طلبت الابر سايد لحاله فانا رسمته. هسه والله غير اشوف هات اشوف قديش رقمك مسلسل ولا يهمك. 33
هسه بنشوف لك شو حلينا عليك من مره. هاي عليك عليك اي اللي عنده مراجعه يقول لي. اها انا راعيت فيها خط الله. هاي لا ما انت هي احمد ربك هسه تفرجيك اياها راعيت فيها هسه بتعرفي شو. هسه بقول لك لحظه انت بالله انك تشوفي انت لحالك السؤال الثاني والسؤال الثاني نفسه اي وبي. انت كنت صفر هون بالاثنين بي شايف اثنين ايه شايفيته اثنين ايه هاي ولا شو دكتور؟ احنا من السؤال الاول فاهم بس بقول لك انا كيف مراعيتي بالتصليح. هذا كنت صفر صرتي علامه على الهمه معنا ما لهاش دخل. هذا كنت صفر على همي واحد هيك ماخذ ثلاثة. ليش؟ عندك القيم غلط. القيم غلط ومكررة. أي قيم؟ قيم غلط تبعات الأمبليتيود. تمام. الأمبليتيود قيم عندك كله غلط. القيم غلط وحتى الفريكونسي غلط. هن هذول اللي خصم عليك منها على فكرة. هاي علامة علامة على هاي بس. أنا الوحيد اللي ما أخذتش عليه على القيم الأخير هيك يعني مش إنه لله الأخير لأنه الأخير يعني الأول مش عارف يعني والله ما عارف يعني. يلا خير حدا عنده سؤال؟ انا رجع انا مرتب على الترتيب التسلسلي. انا ماسك الورق اللي عنده اي مراجعه يحكي يا اخوان. مين بده يراجع يلا مين بده يراجع احكوا. طيب الطلاب اللي قلت لهم هذيك المره شوفوا الحجج هاي اللي جت كلياتها وين الطلاب اللي يرفعوا لي ايديهم اللي قلت لهم راجعوني؟ وين الطلاب اللي قلت لهم راجعوني يرفعوا ايديهم؟ ارفعوا ايديهم الطلاب اللي قلت لهم راجعوني. بيجي 3000 طالب بس ثلاثة اللي قلت لهم راجعوني هذول هم؟ وين الطلاب اللي قلت لهم راجعوني؟ ارفعوا ايديهم. علامتك نازلة انت دقيقة خلنا نشوف سيف الدين عاد انا بدريش انا قبل البونص انا قبل البونص ما حطيتش علامة بعد البونص دقيقة شوي خلنا نشوف علامة سيف 13 انا ما بحط العلامات بالاول ترى انا بصلح بعدين بحط علامات هيك في عادة يعني بحط اخطاء وبعدين بحط بصلح بحط علامات هاي يا حج سيف هسه بنشوف لك اياها ولا يهمك انت سيف احمد ربك يا سيف شو لو ايش بده يكون عندك اختلاف يا سيف انت سيف يا حبيب قلبي على ايش بده يكون عندك اختلاف شو انت هاي سيف انا بدي اياك تشتكي علي والله العظيم أنا. والله يا سيف اللي مستغرب منك قسما بالله هاي ورقه سيف غصبا عن ابوها بده يكون فيها اختلاف السؤال الاول كان صفر يا سيف حتى عليه علامة على لله مع انه تخميس قبب جامع راسم لي سمكة قرش راسم لي السؤال الاول السؤال الثاني والثالث صفر على ايش بدي احط لك انت حوينا فيك الثلاث علامات بونص والله العظيم قسما بالله ما فيش بتسلمني فاضي على ايش بدي احط لك والضع دائرة علامتك على شو بدي احط لك انت بالاصل كنت اربعة صرت قديش يا سيف احكي لي صرت قديش انت احكي لي كنت أربعة قديش صرت؟ زلمة احكي صرت عشرة بالله عليك أنت يا سيف هذول العشر علامات تستاهلين بالله عليك أسأل والله العظيم لا أقبل بجوابك كنت أربعة يعني بتشكك بي بمصداقيتي قاعد يا سيف وقاعد بتقول ما شفتش فرق قاعد بتشكك بي قاعد يعني مش فاهم انا مش فاهم قسما بالله العظيم مش فاهم يعني بتشكك ان انا ماكل عليك علامه انت كنت اربعة على الدائرتين اللي مشيرهن على الدائرتين اللي انت مشيرهن بجوز هذول ايه او انت حالهن مش عارف على الدائرتين اربعة كنت السؤال الاول راسم لي اياه سمكة قرش صفر الثاني والثالث لو راسم لك خربوش كنت حطيت لك بس ما انت مسلم اياه فاضي كيف بدي احط لك
من 4 ل 10 شو بدك احسن من هيك؟ شو بدك احسن من هيك؟ شو بدك احسن من هيك؟ وبتشكك بيجي قاعد بالاخير. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني مش ملاحظ فرق الاخ. طب هسه من 4 ل 10 انتوا يا طلاب، انتوا يا طلاب، انتوا اللي رافعين، انت يا زيد في فرق بين 4 ل 10 ولا ما فيش؟ فرق واضح والله دكتور. طب فهمونا نسيت، بجوز صايم، صايم بجوز كمان صايم عن السمع بجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أخليها والله قسما بالله نساقيمهن والله العظيم. تعرفوا شو اللي ضايقني أنا؟ اللي ضايقني الأسلوب، إنه في طلاب قاعدين ما شفتهاش على الموقع. كيف ما شفتهاش على الموقع؟ ما هي ناس ما نوديتها على الإيميل اللي سألوني عاد. هاي شغلة ثانية. خير إن شاء الله يسير، توكل على الله، توكل على الله، روح تنبل لهم، توكل على الله. مين عنده سؤال؟ أنا في طلاب ضايقوني بالإيميلات، هيك بشككوا بالواحد قاعد، وطريقتهم هيك سبحان الله مستفزة. وأنا بصراحة لما أنت نفسك تخيل إنك أنت لقيت، كيف بدي أحكي لك، يعني واحد عطفت عليه، أعطيته مصاري مثلاً، أنت معكيش غير ليرة، أنت لحالك تخيل إنه واحد أنت معكيش غير دينار، بدك تروح تشتري فيها أكل هذا الدينار، بدك تروح تشتري فيه هذا أكل الدينار، رحت لقيت واحد شحات برا، رحت لقيت واحد شحات، رحت أعطيته 80 قرش، أنت أعطيته 80 قرش، يعني معك بهالليرة فراطة، قال لك ولي يا زلمة طب ما تكمل لي إياها أنا الليرة، ولي كمل لي إياها، يعني أنت مش يعني أنت أصلاً أعطيته 80 قرش وخليت معك 20، يا دوب يقدم لك سندويشة فلافل، وأنت أعطيته 80 قرش يعني بديته على حالك 5 مرات، مش نفسك تمسكه تخنقه؟ وأنت معطيه كل ما تملك؟ ودورت بجيابك ودورت بالدار ودورت هون وهون وهون وهون، مش انت هيك بتكون متضايق انك عملت خير؟ متضايق انك انت ساعدت؟ هذا اللي بصير. على العموم الطلاب اللي رفعوا ايديهم زيد أسامة، هذول انتوا الطلاب اللي قلت لهم ها؟ دائما ابدا خلي لك اسلوب طريقة بالحوار بالنقاش. هنا أخذ سكرين شوت هون عشان أقول لكم راجعتوني. الله يعافيكم ويرضى عليكم. هسا الطلاب هذول اللي عندي هذول، هيني خلنا أخذهم سكرين شوت هيك بس هسا. الآن الطلاب اللي أنا حطيت أساميهم، هذول الطلاب اللي ما حضروا المحاضرات، مش ناديت اللي عليه، مش اللي ناديت عليهم. هذول الطلاب. هذول اللي بنهاية المحاضرة، اللي بنهاية المحاضرة ما كانوا يغادروا، ما كانوا يغادروا، هذول كانوا بنهاية المحاضرة ما يغادروا، يظلوا هذول نايمين، بيكونوا نايمين. طبعا الآن الحجج اللي اجتني 100 حجة، مو كمان نفس الاشي انت لما بتلاقي واحد مثلا، يعني شو بدي اقول لك، والله ما عارف، 100 حجة. انا بحبش بحب واحد يكون صادق يعني معي. اولا ما فيش مختبر بوقت محاضرتي، لأن أنا محاضرتي على 4:30، على 4:30 ما فيش مختبر، ما فيش مختبر بكون مخلص، يعني ما فيش مختبرات أصلاً بوقت محاضرتي، لأن المختبرات بتكون من 2:30 ل 5:30، يعني آخر محاضرة إلك فعلياً بالجامعة بتكون 2:30، يعني اللي بحكي لي إنه بالمواصلات أنا ما بصدقهوش. على العموم خير إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. انتهت المحاضرة، مش راح أحكي أكثر من هيك. حدا عنده أي سؤال؟ حدا عنده أي سؤال؟ والطلاب اللي بيشتغلوا، الطلاب اللي بيشتغلوا يعني ما بيشتغلوش الا وقت محاضرتي، والطلاب اللي بيصلوا ما بيصلوش الا وقت محاضرتي، والطلاب اللي بالباص ما بيكونوش بيصلوا الا وقت محاضرتي، كيف بدي ارى الحل لهذا الامر؟ واضح اني اعطي كويز لو بسيط وقت المحاضره عشان انصف الطلاب اللي عندي بالمحاضره اللي بيحضروا من قلب رب. لو كويز حضور بدي اعمله، بس بعدين بعملها ان شاء الله. يلا بالتوفيق، الله يعطيكم العافيه، واللي عنده اي سؤال يسال. خلصت المحاضره. الله يعطيك العافية يا سيف، سماح يا سيف، مسامحك.